الفيرنتينا ما فيش كور طويله كتير، دايما اللعب في رجل في رجل، واللعيبه بتتغير. النهارده برناردسكي لو تلاحظ هو على الورق بيلعب من بره الملعب، لكن كل لعبه من جوه الملعب، وده يمكن اللي مخلي ان هو فيه بيجي بسهوله من جوه الملعب، لان اليتشيتش هو اللي بياخد من بره وبعدين برناردسكي بيخش من جوه الملعب او بيغير مع اليتشيتش. ودايما في الحته دي المنطقه دي فيها تغييرات كتيره جدا، وواضح ان برناردسكي عامل جبهه كبيره جدا هو ايش في الناحيه اليمين بالنسبه للفيرنتينا، فرق شاسع بينه وبين تيو اللي بيلعب مكانه. بص هتلاقي هو ده بص بدايه الهجمه، ده اللي بتكلم فيها يا كابتن هشام، ان دايما بدايه